What are you going to present this year in SCT? والله السنة دي عندي موضوع مهم جدا اللي هو خاص بزيادة نسبة البوتاسيوم عند المرضى، وده لأن لو ده زاد وعدى الحدود المسموح بها ولم يعالج ممكن يؤدي للوفاة لا قدر الله يعني. فده موضوع مهم جدا لأن طبعا معظم أمراض الكلى أو الناس اللي بيبقى عندها قصور أو فشل كلوي ممكن بيتعرضهم لحكاية زيادة البوتاسيوم دي اللي هي موجودة في أكل كتير زي الفواكه والبقوليات والعصائر، فدي حاجة برضو مهمة بننصح بها الأطباء وبننصح بها حتى المريض نفسه. في غير أنه ممكن في بعض الأدوية اللي ممكن يكون بياخدها المريض دي بتأدي إلى زيادة برضو نسبة البوتاسيوم، ناهيك عن أنه لو ما انتظمش على الغسيل، لو كان مريض بيغسل كلى وما انتظمش على الغسيل ممكن يخش برضو في قصة زيادة البوتاسيوم دي. وهي الحقيقة الأعراض ما بتبقاش واضحة يعني، ممكن تتشابه مع أي حاجة تانية، لكن أخطر شيء فيها اللي هو تأثير البوتاسيوم على القلب، لأن بيعمل عدم انتظام في ضربات القلب وممكن يؤدي إلى أن القلب يتوقف عن العمل. فدي من الحاجات المهمة جدا اللي هي بننصح أن هم المرضى مثلا اللي عندهم سكر اللي عندهم كلى دول ناخد بالنا منهم قوي، ولازم نعمل لهم نسبة البوتاسيوم. لان في كمان حاجه شائعه ان مرضى الضغط او كده الناس يقولوا لهم كلوا حاجات فيها بوتاسيوم او خد موزه كل يوم، والحاجات دي طبعا من الحاجات اللي هي بيبقى فيها بوتاسيوم عالي، فلازم الناس دي لازم دايما نعمل لهم تحليل البوتاسيوم عشان نشوف النسبه هل بتزيد عندهم ولا لا، لان اول ما هتزيد احنا سواء بياخد ادويه تزود او بياكل اكل معين او هنديله علاجات معينه، ما ننتظرش لغايه ما يجي يعني في حاله خطره او النسبه تكون مرتفعه جدا تؤدي الى انه ممكن يحصل مشاكل. ودي طبعا الحالات دي لو جت بتبقى بتحتاج، لو هي شديده وفي تاثر في القلب بيحتاج ان هو يخش العنايه على اساس ان احنا نعالجه في المراحل الاولانيه لغايه ما يحصل استقرار لنسبه البوتاسيوم ونعرف السبب برضه عشان ما يتكررش تاني، وننصح العيان نقول له نظام اكلك ايه، انت بتاخد ادويه ايه، كل الحاجات دي لازم نقولها للمريض على اساس ان من الموضوع ده ما يتكررش تاني. وطبعا في علاجات كتير احنا بنديها على اساس انها تقلل نسبه البوتاسيوم، اللي اول حاجه هشوف اذا كان هو بياخد حاجه في العلاجات طبعا ده هوقفها له، او اذا كان هو باكل معين طبيعه اكل معين بياكل حاجات كتيره فيها بوتاسيوم دي برضه هنصحه بيها. الحاجه الثالثه في بعض الادويه اللي احنا بنستخدمها زي الكالسيوم على اساس نخلي حاله القلب فيها استقرار، لان هو ده بيحافظ على القلب ما يحصلش فيه ذبذبه او ضربات القلب تكون فيها مختلفة، وفي نفس الوقت بنعطي حاجات تانية يمكن معظم الأطباء بيعرفوها اللي احنا بندي إنسولين مع جلوكوز أو بندي حاجات تساعد إن البوتاسيوم اللي موجود في الدم ده يخش في الخلايا، أو بعض الأدوية اللي هي تساعد إن البوتاسيوم ينزل في البول إذا كان المريض يعني من المرضى اللي هم عندهم بيجيبوا بول، لأن في مرضى فشل كلوي ما عندهمش، فبالتالي ده بيبقى ينصح إن هو لو جاب زيادة في البوتاسيوم يبقى ده سكته إن هو يعمل غسيل كلى عشان نتخلص من البوتاسيوم الزايد يعني. فده مهم جدا إن احنا نكون عارفين كل هذه الأشياء عن المريض ونتوقع مين منهم اللي هم ممكن يجي لهم زيادة في البوتاسيوم عشان نعمل لهم تحليل ونتابعهم، وفي نفس الوقت لو حصل زيادة نلحقها بدري قبل ما تتطور وتعمل لنا مشاكل كتير. شكرا أوي دكتور. العفو يا فندم.